نظام تكامل البيانات، تكامل نظام معلومات جغرافي رقمي، قام مركز نظم المعلومات الجغرافية التابع لوزارة البلدية بتطويره، ويهدف إلى الاستفادة من إمكانيات شبكة نظم المعلومات الجغرافية المميزة التي ترتبط من خلالها جميع وزارات ومؤسسات الدولة. برزت الحاجة لتطوير هذا النظام من أجل مساعدة متخذي القرار في الوزارة على عرض وتحليل العلاقة ما بين طبقات البيانات الجغرافية الرقمية من مصادر متعددة من قطاع التخطيط العمراني في الوزارة ومن مؤسسات الدولة. ويتضمن بيانات شبكات البنية التحتية وأملاك الدولة والخدمات والتخطيط والأراضي. يقدم نظام تكامل الخدمات الأساسية التالية: العرض والاستعلام وتحليل العلاقة بين طبقات البيانات الجغرافية، إنشاء تقارير إحصائية وخرائط لبيانات مترابطة مكانياً من مصادر مختلفة، إنشاء تقرير شامل وخريطة موقع لرقم مساحي محدد يحتوي على بيانات الأراضي والتخطيط العمراني وكهرماء والتسجيل العقاري ورخص المباني، متابعة الإجراءات والمعاملات المرتبطة بالموقع من خلال النظام مع إشعارات للمتابعة من خلال البريد الإلكتروني والرسائل النصية، مقارنة الصور الجوية لسنوات متعددة لمتابعة التغير العمراني وتحديد ارتفاع أي نقطة على الخريطة. وفيما يخص البيانات المرتبطة بالنظام، التسجيل العقاري وشبكات البنية التحتية لهيئة الأشغال العامة وكهرماء، وزارة التجارة من خلال شبكة نظم المعلومات الجغرافية، أملاك الدولة، الأراضي، المناطق، الأحياء، استخدامات الأراضي، أسعار الأراضي، الشوارع التجارية، المعالم الجغرافية، العناوين، الصور الجوية، الأسماء الجغرافية، نموذج الارتفاعات الرقمي، الخرائط الطبوغرافية، المزارع، الشاليهات وبيوت البر من وزارة البلدية. أما مميزات النظام فهي أنه مطور من قبل كوادر مركز نظم المعلومات الجغرافية بالوزارة بصلاحيات دخول واستخدام محددة، لكونه يحتوي على بيانات ذات أهمية وخصوصية، كما أنه يعمل من خلال شبكة الإنترنت وأجهزة المحمول، فيما يقوم بتحديث البيانات بشكل تلقائي وتحويل البيانات غير المكانية إلى بيانات مكانية بشكل ديناميكي. ومن ناحية أخرى فهو يمكن المستخدم من استخراج تقارير إحصائية وخرائط ومتابعة الإجراءات بطريقة سهلة وسريعة لم تكن ممكنة إلا من خلال تطبيقات متخصصة صعبة الاستخدام. أما خدمة المتابعة التي يتميز بها النظام فتسهل الإجراءات وتغني عن المراسلات والاجتماعات،